تقديرات وتقييمات استخبارية حديثة تؤكد بأن إيران متوجهة إلى تصعيد الموقف الأمني في الداخل العراقي ضد القواعد الأمريكية من أجل الوصول إلى مكاسب في مفاوضات فيينا الجارية بالقضايا النووية بشكل واضح ومباشر. وهذه طبعا كلها إجت بتفاصيل عن طريق وعبر موقع أكسيوس الأمريكي الذي تحدث عن طبيعة هذه التقارير الاستخبارية التي هي إسرائيلية بالدرجة الأساس، وإجا جزء منها كبير ومهم من إسرائيل. أكدت بأن إسرائيل سلمت الآن تقارير استخبارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم طبعا بريطانيا، وقالت لهم بشكل مباشر بأن إيران الآن اتخذت خطوات فنية جديدة متقدمة ستساعدها وستمكنها من رفع عملية تخصيب اليورانيوم اللي هي عليه الآن، هي تخصب الآن بنسبة 60%، ستمكنها خلال أسابيع قليلة من عملية الوصول إلى نسبة 90% من تخصيب اليورانيوم، وهذه النسبة هي تعتبر كافية للوصول إلى القنبلة النووية. وبغض النظر عن طبيعة الوصول إلى القنبلة النووية وإمكانية الوصول للقنبلة النووية، هنالك كثير من التقييمات. البعض يتحدث بأن هنالك 5 سنوات إسرائيل مثلا قالت، البعض يقول 2، البعض يقول خلال شهر. جيروزالم بوست تحدثت بغض النظر عن هذا، ولكن التخصيب بهذه النسبة يعتبر عاليا للغاية. وأكدت هذه التقديرات الاستخبارية بأن الوصول إلى هذه النسبة والهدف بالنسبة لإيران هو عملية إضافة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول الأوروبية أثناء المفاوضات النووية، وبالتالي هي تحقق إنجازا كبيرا، تصبح هي الطرف الأقوى بشكل عالي. أساسا هم لما دخلوا المفاوضات النووية بالتخصيب بنسبة 60% هم دخلوا بشروطهم، هم اللي حددوا الموعد وهم اللي فرضوا على الولايات المتحدة الأمريكية ألا تكون موجودة وجالسة بشكل مباشر في هذه المفاوضات معهم، لن يجلسوا بطاولة واحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فما بالك إضافة هذه القضية اللي هي بنسبة 90%. فاللي رادوا الإسرائيليين بهذه المعلومات الاستخبارية اللي سلموها الآن أثناء هذه المفاوضات، والواضح قد تكون هي قبل هذا الأمر، هم سلموها لهم على أساس أن يضغطوا على إيران ويكونوا أكثر شدة مع إيران، وكذلك الجزء المتعلق في الميليشيات في هذا التقييم الاستخباري تحدثت عنه أكسيوس ونقلته بهذا الشكل. إسرائيل تبادلت تقييما استخباراتيا يفيد بأن رغبة إيران في فرض نفوذها بمباحثات فيينا قد تدفع طهران إلى زيادة الهجمات ضد القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة عبر وكلائها في العراق واليمن وسوريا. وهذا قد يفسر طبيعة التهديدات المتزايدة من قبل الميليشيات الموالية لإيران الموجودة في العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إنه يا أمريكان تنتهي هذه السنة بداية العام القادم، إذا بقى جندي أمريكي واحد فنحن سنقوم باستهدافكم في كل القواعد اللي انتم موجودين فيها، اذا كانت في اقليم كردستان او في قاعدة عين الاسد او اي من هذه القواعد، على الرغم من الامريكان راح يتغير وضعهم من قوات قتالية الى قوات استشارية وسحبوا الكثير من المعدات العسكرية، لان هذا الامر لم يوقف هذا التصعيد الكبير في اللهجة من قبل هذه الميليشيات. فواضح تماما ما اذا ما طابقنا مع طبيعة هذا التقرير الاستخباري، هذه التهديدات التصعيدية تأتي من اجل ايضا اعطاء مكاسب لايران في المفاوضات النووية، لانه اذا إيران كسبت في هذه المفاوضات سيكسبون الكثير في العراق وسيكسبون الكثير أيضا في سوريا. وبالحديث عن سوريا، هنالك أيضا أمور وتحركات تجري في الداخل السوري توضح تماما بأن هذا التقرير الاستخباري ليس بعيدا عن الحقيقة وليس فيه مبالغة، خاصة قبل 7 أيام في يوم 23/11/2021 كانت هنالك أنباء وتقارير تتحدث، حتى الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي تحدثوا عن هجوم صاروخي تم من غرب نهر الفرات تقريبا بهذا الاتجاه بحسب الاتهامات إلى هذه النقطة الموجودة شرق نهر الفرات والتي تمثل منطقة الحسكة. بمنطقة الحسكة هنالك قاعدة موجودين بها التحالف الدولي والأمريكان، وهنالك تجيش كبير بحسب التقارير التي جاءت من عدد من المصادر من التحالف الدولي قادمة من إقليم كردستان إلى قاعدة الحسكة، ضربوها بالصواريخ ولكن هذه الصواريخ لم تصل إلى هدفها بسبب المسافة البعيدة، نتحدث عن 130 كيلومتر تقريبا من أقرب نقطة في غرب نهر الفرات متوجهة إلى شرق نهر الفرات على الحسكة. وهذه طبعا إشارة كبيرة جدا على طبيعة التصعيد القادم، وكذلك أن هنالك تحركات خلال 48 ساعة على مستوى الميليشيات اللي موجودة في سوريا، تحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عملية نقل لصواريخ ومعدات وأسلحة وإعادة انتشار واضحة هذه الأراضي السورية التي ترونها أمامكم. واحدة من الأمور أنه قبل يومين، يعني قبل 48 ساعة تقريبا،
كانت هنالك عملية نقل لصواريخ ومعدات من قبل الميليشيات من هذه النقطة التي تمثل بادية الميادين في منطقة اسمها آثار الشبلي، وجهوها مباشرة إلى هذه النقطة التي هي تسمى معدان، لموجودة أيضا غرب نهر الفرات موجودة بها الميليشيات. نقلوا هذه المعدات بشكل كبير قبل يومين، وإذا ما ركزنا على هذه النقطة، نقطة معدان التي نتحدث عنها وتوجهنا إلى الأقمار الصناعية، سنلاحظ هنالك ملاحظة مثيرة عن معدان. هذه هي معدان، سنلاحظ هذا هو نهر الفرات طبعا بهذا الاتجاه، سنلاحظ بأنها تأتي بخط مستقيم متوجهة إلى الحسكة التي استهدفت قبل 7 أيام، وبالتالي خط المستقيم هي تتناسب مع الصواريخ بشكل مباشر، وكذلك تبدو بأنها هي النقطة الأقرب عملية الاستهداف. كذلك يوم أمس المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث أن هنالك تحرك أيضا آخر صار من مدينة البوكمال، وهذا التحرك صار بثلاثة شاحنات هي مغطاة بالعلف من أجل التمويه على الولايات المتحدة الأمريكية أو الطائرات الإسرائيلية، وهي كانت محملة بالذخيرة والصواريخ الذكية التابعة للميليشيات المتوسطة المدى بحسب المعلومات اللي نشرت طبعا، وأنها توجهت مباشرة إلى نقطة تقع شرق تدمر. هذه هي تدمر أمامكم بهذه النقطة بهذا الشكل، وكذلك أنه لحقت هذه الشاحنات أيضا حاملات لآليات للحفر من أجل الحفر لهذه الصواريخ ولوضعها طبعا تحت الأرض. وإذا ما توجهنا إلى هذه النقطة لكي نعرف تفاصيلها بحسب المرصد السوري مثل ما قلنا لحقوق الإنسان، هذه النقطة طبعا نتحدث هنا عن تدمر بهذا الاتجاه، النقطة هي في هذا الفراغ الذي تلاحظونه، ليس هنالك الكثير من المباني. هذه هي اسمها محمية التليلة اللي هي موجودة في سوريا طبعا، وهي تبعد عن تدمر بهذا الشكل المستقيم تقريبا 22.5 كيلومتر، ممكن لأي شخص أن يتوجه بهذا الطريق العام ولمسافة 14 كيلومتر ويدخل بهذا الطريق على اليمين لكي يدخل إلى هذه المحمية بهذا الشكل المباشر، وبالتالي واضح جدا آليات الحفر وتوجهها مع هذه الشاحنات التي تحدثنا عنها إلى هذه المنطقة الفاضية من أجل مثل ما قلنا تخبئة هذه الصواريخ تحت الأرض. ولكن هذه المحمية التي نتحدث عنها الآن هي أيضا موقعها يشابه موقع معدان في طبيعة اللوكيشن والبوزيشن والموقع اللي هي بيه، يعني هي تقريبا بهذا الاتجاه بالأقمار الصناعية، وهذه هي قاعدة التنف التي تمت مهاجمتها بالطائرات المسيرة من الداخل العراقي، وكذلك هي جاءت من الداخل السوري على شكل متنوع بالطائرات المسيرة. المسافة تبعد لهذه الصواريخ الجديدة التي نقلت من البوكمال المسيطرة عليها الميليشيات الموالية لإيران هي تبعد تقريبا 120 كيلومترا، مسافات ليست بالبعيدة. شوف هذه كلها التحركات تثير الكثير من الشبهات عن طبيعة التصعيد القادم مما تخطط له إيران أثناء ما هو يجري الآن في مفاوضات فيينا. وعلى الرغم من أن المعلومات الإسرائيلية الاستخبارية التي سلمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فيها الكثير من المعلومات التي على ما تبدو دقيقة وتوضح العديد من الأمور الفنية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحدث ولم تتخذ أي إجراء متشدد مع إيران، بل هي تحاول إبقاء الدبلوماسية أن تكون موجودة على الخط بشكل مهم، وهذا ما قد يفسر لماذا تحدثت الجيروزلم بوست الإسرائيلية قبل يوم من المفاوضات النووية كما نلاحظ هنا في يوم 28/11، يعني قبل يومين فقط هي تحدثت بأننا نستعد كما هم يتحدثون إلى الخطباء إذا ما فشلت المفاوضات النووية التي تجري الآن، ويقصدون الخطباء بالنسبة لهم هي عملية توجيه ضربة عسكرية إلى إيران وإلى المنشآت الإيرانية. وطبعا واحدة من الأمور التي كشفوها بأن تدريباتهم اللي مخططين إلها للضربة العسكرية على إيران هي ستكون في عام 2022، رح يزيدون التدريبات بنسبة 50% عما كان عليه الوضع بالنسبة لتدريباتهم في عام 2020، وبنسبة 30% عن تدريباتهم اللي سووها في عام 2021. واضحة التهديدات وواضحة التدريبات وحتى على مستوى البحر الأحمر وغيرها. ولكن الانتلي نيوز الإسرائيلية اليوم تحدثت عن طبيعة المقدرات الإسرائيلية للقيام بهذا الأمر، وكانت واقعية للغاية في العملية العسكرية إذا تمت من دون وجود الولايات المتحدة الأمريكية. شوف شنو اللي قالت اليوم: لا يوجد خيار عسكري يمكن أن يمحو قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية، لكن هنالك قدرة على مهاجمة العناصر الحاسمة التي ستؤخر الخطة لعدة سنوات أخرى. لذلك عند الحديث عن خيار عسكري غير أمريكي على المرء أن يفهم أنه ستكون هنالك منشآت نووية لن يتم مهاجمتها على الإطلاق.